السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روايح رمضان أجمل حاجة طبعا في خريف رمضان. احنا النهاردة 9 مارس، أظن 6 شعبان أو 7 شعبان. الله على الجمال، إن شاء الله نجيب الفوانيس بإذن الله سبحانه وتعالى، وكمان إن شاء الله ربنا يكتب بهدية تكون قيمة من قسم أدوات الكهربائية. أنا هنا في فتح الله، ده بيفكرني بالفوانيس بتاعي أنا صغيرة. أنا بحب الفوانيس أموت فيها، وكان عندي فانوس كمان بذات. وكان عندي فوانيس بالكهرباء، بس أنا ما بحبش غير النوعية دي من الفوانيس. هنشوف أسعارها قد إيه وربنا يكرم إن شاء الله. للبلكونة وللبيت، للسنة وإحنا وإنتوا طيبين، وإلى اللقاء.